السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم عزيزتي أعزائي متتبعي القناة الخاصة بالتحاليل الطبية، قناة تقنية في المختبر تيك لابو. أهلا وسهلا بكل من انضم مؤخرا إلى القناة، أتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا منها، والشكر متواصل للمتابعين الأوفياء. أهلا وسهلا بالجميع. أجريت تحليل حمل منزلي وكانت النتيجة خطان على الجهاز، ألف مبروك الحمل. هذه هي اللحظة التي كنت بانتظارها بشوق منذ مدة. بالطبع الحمل هو بداية لحياة جديدة وقصة جديدة، مجموعة من التغيرات ستطرأ عليك وعلى حياتك. ربما قد تطرحين مجموعة من الأسئلة التي تحضر في ذهنك عن ماذا تفعلين بعد هذا الاختبار، ما هي الخطوات الأولى التي يجب عملها؟ ولمساعدتك في هذه المهمة سأقدم لك اليوم كل ما تحتاجين معرفته منذ بداية الحمل إلى آخره. إذا كان الأمر يهمك تابعيني إلى آخر الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة تزور فيها قناتي، أدعوك الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وأدعوكم كذلك لمشاركته مع الجميع لتعم الفائدة إن شاء الله. بعد تأخر الدورة الشهرية وإحساسك بتغييرات هرمونية مختلفة في جسمك، وبعد إجراء اختبار الحمل المنزلي وظهور النتيجة الإيجابية، بالطبع هناك حالات معينة قد يظهر فيها خطان على الجهاز، لكن مع عدم وجود حمل. نعم هذه حالة نادرة لكنها واردة، وتخص السيدات اللواتي أخذن علاجات محفزة للتبويض التي تحتوي على هرمون الHCG وأجرينا الفحص قبل أوانه، السيدات اللواتي يأخذن علاج مرض الأعصاب، السيدات اللواتي وقع لهن إجهاض أو ولادة حديثة. فهرمون الHCG يأخذ بعض الوقت أو بضع أسابيع ليختفي من الجسم. شيء آخر مهم جدا وهو الإناء أو الكوب الذي تم استعماله لأخذ عينة البول، فإذا كانت به آثار لمنظف ما قد يتفاعل مع الفحص ويعطي رد فعل كيميائي يعطي بدوره نتيجة إيجابية لكن مغلوطة. ثم هل يمكن أن تكوني حامل ومع ذلك تظهر نتيجة سلبية في اختبار الحمل المنزلي؟ نعم هذا وارد كذلك، وقد يحدث إذا ما أجريت الفحص مبكرا قبل تأخر الدورة الشهرية عن موعدها. لهذا ننصح دائما بانتظار 3 أيام أو أكثر قبل إجراء الاختبار. أول خطوة يجب عليك القيام بها في حال وجدت خطين في جهاز الاختبار المنزلي في البول، وحتى إن أجريت الفحص وكانت النتيجة سلبية واستمر غياب الدورة الشهرية، أول خطوة يجب عليك القيام بها هي إجراء اختبار الحمل بالدم. نعم هذا الفحص هو الذي يؤكد وجود الحمل من عدمه. تجدين في البطاقة أعلاه رابط خاص عن اختبار الحمل بالدم، لا تترددي في مشاهدته سيفيدك بالتأكيد. فبالرغم من أن أغلب أجهزة اختبار الحمل المنزلي بالبول تكون دقيقة، منها ما يصل نسبة دقته إلى 99.9%، لكن رغم ذلك يبقى تحليل الحمل بالدم أكثر دقة منه، لأنه من خلاله نستطيع التأكد من وجود هرمون البيتا HCG بالدم، وكذلك قياس تركيزه بالضبط لمعرفة عمر الحمل بالتحديد. ولهذا أول خطوة هي توجه للمختبر لإجراء هذا الفحص، فحص تحليل الحمل بالدم. في أي وقت من اليوم شئت فهو لا يحتاج إلى صيام أو إلى أي تحضيرات مسبقة. إذا ظهرت نتيجة البيتا HCG وكانت إيجابية، أي أن النسبة تكون أكبر من 5، هنا يمكن أن نقول لك مبروك بل وألف مبروك أنت حامل. ما الذي يجب عليك فعله بعد هذا؟ ينقسم الحمل إلى 3 أقسام أو مراحل. المرحلة الأولى تمتد منذ بداية الحمل إلى الشهر الثالث، والمرحلة الثانية من الشهر الثالث إلى الشهر السادس، ثم آخر مرحلة من الشهر السادس إلى الشهر التاسع. في كل مرحلة من هذه المراحل يجب أن تقومي بزيارة الطبيبة
حبذا ولو كانت طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد جينيكولوج لتتبع الحمل والاطمئنان على صحتك وعلى صحة جنينك. لهذا فمن الضروري عليك زيارة الطبيبة. أول زيارة للطبيبة يجب أن تقومي بها قبل ما تم الشهر الثالث من الحمل. بالطبع إذا أحسست بأي أعراض غير طبيعية أو كانت لديك مشاكل في حمل سابق فمن الضروري زيارة الطبيبة في أقرب وقت. الفحص الأول هدفه الأساسي الاطمئنان على صحتك، حيث تطرح عليك الطبيبة مجموعة من الأسئلة لكي تستطيع التعرف عليك، ويتم أخذ وزنك وضغطك الدموي وفحص سريري للبطن. يمكنك كذلك طرح كل الأسئلة التي تدور بذهنك حول الحمل، خاصة إذا كان هذا هو أول حمل لك. ستطلب منك الطبيبة كذلك إجراء مجموعة من التحاليل الضرورية التي يجب عليك القيام بها في أسرع وقت، وأذكر منها أولا تحليل فصيلة الدم. مهم جدا معرفة فصيلة دمك لتفادي وقوع أي مشكل إذا كنت تحملين فصيلة دم سلبية. بالطبع إذا كنت حامل المرة الثانية أو أكثر أو لديك بطاقة فصيلة الدم فيمكنك التخلي عن هذا الفحص وعدم إجرائه. فحص السكري بالدم، فحص الدم الشامل أو ما يسمى بالNFS، البحث عن الفيروسات مثل التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء، الزهري والسيدا، البحث عن داء القطط، عن الحصبة الألمانية وعن فيروس CMV. هذه تحاليل مهمة جدا نبحث فيها عن مضادات السام، فإذا وجدت فلا حاجة لك في إعادة التحليل مرة أخرى. أما إذا لم تكن لديك منعة فمن الضروري إجراؤها مرة كل شهر، خاصة تحليل داء القطط أو ما يسمى التوكسوبلازموز. تجدين على القناة كل الفيديوهات التي تشرح كل واحد من هذه التحاليل على حدة. يمكن كذلك أن تطلب منك الطبيبة إجراء تحاليل البول أعزك الله للبحث عن الجلوكوز والألبومين في البول. هذا عامة فيما يخص تحليل الدم والبول الأساسية. ثم هناك فحص آخر مهم جدا وهو فحص الإيكو أو الفحص بالصدى. يجب أن تجري الفحص قبل ما تم الشهر الثالث، أي قبل الأسبوع 12 من الحمل، لكن مهم جدا عدم إجراؤه كذلك مبكرا، وإلا فلن يفيدك في شيء، لأن كيس الحمل سيكون صغيرا جدا ولن يظهر الجنين. لهذا أنصحك سيدتي بإجرائه بين الأسبوع 9 و12. بالطبع هناك حالات خاصة جدا يمكنها إجراء فحص الإيكو قبل هذا التاريخ، أذكر منها مثلا حمل خارج الرحم. بالطبع هذا يصاحبه أعراض أخرى مثل الآلام الشديدة والنزيف. إن شاء الله سوف نخصص فيديو خاص عن الحمل خارج الرحم على القناة في الأيام المقبلة بإذن الله. فمن الضروري التشخيص المبكر للحمل خارج الرحم قبل وقوع مشكل أكبر في المبيض. خلال الفحص كذلك يتم التأكد من عدد الأجنة إن كنت حامل بجنين واحد أو أكثر، وكذلك يتم تشخيص ما حالات الحمل بالكيس الفارغ أو الكيس الذي لا يحتوي على جنين وليس هناك نبض. يستلزم هذا الإجراء كذلك إجراء فحص إيكو آخر بعد 10 أيام للتأكد من النتيجة. فبالإضافة إلى تحليل البطأ السجي في الدم لمعرفة عمر الحمل، تسمح الإيكو كذلك بتحديد تاريخ وقوع الحمل وبالتالي معرفة تقريبية لتاريخ الولادة. يتم كذلك التأكد من المشيمة وسماع دقات قلب الجنين وحساب بعض الثوابت مثل محيط الرأس إلى غير ذلك. بالنسبة للمرحلة الثانية من الحمل، فحص شامل مثل الأول يشمل الوزن الضغط، وبالنسبة للتحاليل يتم طلب تحليل للتوكسوبلازموز في حالة لم تكن لديك مناعة مثل كل شهر. بالطبع وإذا كانت لديك مناعة أنت لست بحاجة لإعادة هذا التحليل مرة أخرى. ثم هناك من الأطباء خاصة بأوروبا من يطلبوا إجراء فحص الكشف عن متلازمة داون أو ما يسمى التست دو تريزومي 21. تجدين كذلك على القناة في شرح مفصل لهذا الفحص وكذلك رأيي الخاص عنه في آخر الفيديو، شاهديه إلى الآخر. يتم كذلك إجراء فحص أو تحليل البول، البحث عن الألبومين، عن السكر وعدم وجود تعفنات.
في حدود الشهر الخامس من الضروري إجراء فحص بصدأ أو ما يسمى الليكوغرافي مورفولوجيك، وهي مهمة جدا حيث يمكننا من خلالها التأكد من صحة الجنين وعدم وجود أي مشاكل صحية لديه، ويمكننا كذلك التعرف على جنس الجنين إذا لم يظهر بوضوح من قبل في فحص الإيكو الأول. فغالبا أو أغلب الأطباء ينتظرون لهذه المرحلة من أجل الإفصاح عن جنس الجنين. المرحلة الأخيرة من الحمل تستوجب القيام بنفس ما قمت به من قبل. بالطبع لا بد من معرفة وزنك وضغطك الدموي، ثم إجراء تحاليل خاصة بالدم، تحليل السكري، تحليل فحص الدم الشامل لمعرفة إذا كان هناك فقر دم أو لا من أجل أن تأخذي العلاج، فحص التوكسوبلازموز إذا كنت في حاجة، بطبع تحليل البول للبحث عن السكري وعن الألبومين خاصة لدى السيدات اللواتي يعانين من ارتفاع الضغط الدموي. وقد تجري لك الطبيبة كذلك تحليل مهبلي للبحث عن بكتيريات ممرضة قد تنتقل إلى جنينك خلال الولادة. فحص إضافي كذلك يشمل تحاليل تخثر الدم. فعامة تحاليل المرحلة الثالثة تخص كل ما يتعلق بتجهيز المرأة للولادة. الفحص بالصدى أو فحص الإيكو مهم جدا كذلك في هذه المرحلة لمعرفة حجم الجنين ووضعيته وموقع المشيمة للتجهيز للولادة كما قلت. هذه بصفة عامة مجموعة من الفحوص الروتينية التي يتم إجراؤها، وبالطبع تختلف حسب الحالة الصحية لكل امرأة. أتم الله حملكن على خير أخواتي، دمتن سالمات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.